صباح الخير والسعادة، صباح الابتسامة الحلوة، صباح الإشراق، صباح الأمل والعمل. الدولار نزل، كمان أسعار العربيات بدأت تنزل بشكل ملحوظ. معنى كده إن إحنا على الطريق الصح، ماشيين ومكملين. أكيد هنكمل خطوات الإصلاح مهما كانت الفاتورة، مش هنسيب ولادنا والأجيال الجاية تدفع فواتير سنين كتير عدت علينا. الوقت ده وقت التصحيح، وإن شاء الله إن شاء الله مكملين في المشاريع، في التنمية، في الإصلاح. يا رب يا رب إن شاء الله بكرة يبقى أفضل. صباح الخير على كل المصريين الشقيانين اللي مستحملين وواقفين معانا، بالتأكيد وقفة رجالة، سواء ستات ولا رجالة. يا رب إن شاء الله فرج قريب قوي 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 على مصر، و2017 على آخرها نكون بنفكر بعضنا ونقول فاكرين كنا بنقول إيه. الحمد لله، يا رب إن شاء الله. صباح الخير وأهلا بيكم، ويوم جديد وصباح أن. طبعا إحنا اتكلمنا أكتر من مرة وقلنا إن خلاص العام الدراسي ابتدى، وكل الناس خلاص بتنزل، في إلى حد ما بدأنا نرجع تاني لزحمة المواصلات، للاستخدام العديد من وسائل المواصلات. فعايزين نروح نشوف بقى إيه الاستعدادات اللي تمت علشان ده. فنروح نشوف مترو الأنفاق واستعداد للاستعدادات اللي حصلت في العام الدراسي الجديد، واللقاء مع الأستاذ عوض الله فتحي رئيس محطة مترو الشهداء. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، والشعب المصري كله بخير وسعادة. النهارده من امبارح بدايه السنه الدراسيه، ربنا يعيدها علينا وعلى الشعب المصري جميعا بخير. طبعا بالنسبه لمترو الانفاق، الاستعدادات عندنا دائمه. احنا عندنا الشغل 24 ساعه. اذا كان المترو بيخلص في المحطه الابتدائيه والانتهائيه، بيبدا اخر مترو يعني على وصول 1:30 في جميع الخطوط، بيبدا رجال الصيانه الميدانيه وصيانه الخطوط والكهرباء شغلهم لحد بدايه القطر. فال 24 ساعة في المترو شغالين. استعداداتنا استعدادات أمنية بتشمل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، طبعا مع وزارة النقل بقيادة السيد الوزير. طبعا السادة المسؤولين، السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة النواب بتوعه موجودين ومتواجدين في المحطات الابتدائية والانتهائية والمتوسطة، وده طبعا عشان بيبقى فيه تشغيل جدول جديد. الجدول الجديد اللي هو بيمشي عليه السواق، واحنا في المحطه هنا بنتابعه عن طريق نظم معينه في المحطه. الساده مديرين العموم متواجدين في المحطات اللي هي فيها زد بالنسبه للخط الاولاني، المحطات الابتدائيه وانتهائيه في الخط الثاني والخط الثالث. طبعا تحت اشراف رؤساء المحطات والساده زملاء لينا. اي مشكله بتحصل زي ما حضراتكم كنتوا موجودين معانا، بنبدا نتعامل معاها على اساس ان التحكم المركزي اللي هو ماسك شبكه المترو دي كلها في ميدان رمسيس، في شبكه كبيره جدا، شاشات عملاقه بيبان عليها القطر من اول ما بيطلع من محطه المرج الى محطه حلوان. في زملاء لينا لابسين ملكي، دول اسمهم امن المترو، امن المترو بقياده سياده اللواء احمد شكري، متواجدين في المحطات لحل وتسهيل مأمورية الركب. طبعا في بداية الدراسة بيبدأ عندنا حاجة اسمها اشتراكات، لأن أغلب الاشتراكات بتاعة الطلب في ناس بتبقى اشتراكاتها فعالة، في اشتراكات بتكون انتهت. احنا عندنا في المترو 26 مكتب تقريبا على جميع الخطوط، متوزعين في المحطات اللي هي دايما محطات مركزية ومعلن عنها على الشبابيك، زائد الاستمارات اللي الطالب أو الجمهور بيحتاجها موجودة في جميع مكاتب الاشتراكات على مستوى المترو كله. الحقيقة زي ما احنا شفنا الاستعدادات على أشدها في مترو الأنفاق، وطبعا مترو الأنفاق من نقدر نقول مواصلات مهمة جدا جدا، واحنا في بداية العام أو نقدر نقول النصف الآخر من العام الدراسي. طب نرجع بقى ونشوف ايه أخبار الطقس ودرجات الحرارة والحاجات اللي احنا بنقولها على طول. النهاردة الحقيقة الجو كان برد، لكن نشوف بقى درجات الحرارة بتقول ايه. النهارده القاهره 19-11 والجو مشمس في اغلب الوقت، اسكندريه 16-12 يتوقع سقوط الامطار، ومرسى مطروح 15-11، الغردقه 22-12، وشرم الشيخ 22-13 مشمس، الاسماعيليه 19-9، وبورسعيد 17-12، السويس 19-10، كل ده توقع سقوط امطار. نروح بقى للصعيد، والمنيا 19-7، سوهاج 20
27/7، الأقصر 22/8، أسوان 23/9، وكل ده برضو في الغالب بيكون مشمس. العريش 17/8 توقع لسقوط الأمطار، نخل 16/4 غائم، ونخل واضح إن درجات الحرارة بدأت تتحسن، دايما كانت عندنا 1 و1 تحت الصفر، لا دلوقتي درجات الحرارة بدأت تتحسن. طابة 16/5، التور 18/10 مشمس، كاترين 12/2 غائم، مرسى علم 21/11، شلاتين 24/13، حلايب 22/14 مشمس، وسط الدلتا 18/10 غائم، دمياط 17/12، بلطيم 16/12، الفيوم 19/8 مشمس. يعني احنا بنتكلم على ان الطقس عامه هيكون بارد على السواحل الشماليه الغربيه، مائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه، معتدل على باقي الانحاء نهارا، وشديد البروده ليلا. وفي التكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه شمالا، ويصاحبها سقوط امطار متوسطه على الساحل او السواحل الشماليه، وبتكون خفيفه على الوجه البحري والقاهره وسيناء. نتكلم كمان على ان من المنتظر ان يحدث انخفاض في درجات الحراره تدريجيا على شمال البلاد حتى محافظات الصعيد، وده حتى يوم 3/14 فبراير، اللي هو طبعا يوم عيد الحب كل سنة وإحنا كلنا طيبين. وهقول لكم بقى طبعا بس بعد ما نخلص درجات حرارة إيه اللي هنعمله، هنعمل حلقة خاصة جدا في عيد الحب. يبقى إحنا عرفنا درجات الحرارة لطيفة، يعني إلى حد ما في انخفاض لدرجات الحرارة، لكن إلى حد ما خلصنا من موجة البرد الشديد. دلوقتي يعني إلى حد ما في شوية أمطار، بس مش بالشكل اللي ممكن يعمل مشكلة، مش بالشكل المؤلم، فالحمد لله ننزل من بيتنا وإحنا مطمئنين. نشوف بقى إيه المرور، زي ما إحنا عارفين الدراسة بدأت، يبقى بدأت الزحمة. طيب نروح بقى نشوف بعض المحاور المختلفة، ونبتدي من محافظة الجيزة. شايفين حالة المرور على الشاشة النهاردة، مع اننا لسه بدري، لكن واضح ان بالفعل في ناس بدأت تنزل، ولا يعني واضح ان النهاردة الكثافة المرورية، واحنا لسه بدري الساعة 8، لا بدأ ان في اكتر من كل يوم، فالنهاردة اللي وراه مشوار وراه شغل لا يبتدي. طيب هنروح من الجيزة، نروح فين يا جماعة؟ طيب نروح نوريكم بقى الاماكن الحلوه، ونتفرج على مصر الحلوه، ونشوف البحر، ونشوف بقى الجمال. مرسى مطروح، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه لون البحر ده؟ يعني بجد لا ده احنا مصر ساحره يا جماعه، يعني احنا من اسكندريه لمطروح لغيره شايفين المنظر، لا منظر ساحر ساحر. الواحد مهما كان عنده مشاكل، مهما كان متضايق، مهما كان عنده اللي عنده، بيشوف منظر زي ده يقول سبحان الله، تلاقي حاله من زي الواحد كده المايه بتغسل فعلا الشط وبتغسل النفس، تلاقي المناظر الساحره دي فعلا بتخلي الواحد نفسيته تتغير، حاجه جميله جدا. طبعا واضح ان حاله المرور هناك لطيفه جدا، والشوارع مغسوله كمان من الامطار، شكلها حلو قوي، شوارع مغسوله وعلى البحر كده، يا بختكم يا اهل مطروح. خلينا نرجع مره تانية بقى للجيزه، الجيزه مره تانية، وزي ما قلت لكم مع بدايه الدراسه والناس، لا النهارده واضح انها نزلت بدري، الجو دافي والجو جميل، فالناس نزلت بدري رايحين اشغالها. لا بس والله خلينا شويه مع مطروح يا جماعه جنبنا كده، يعني الواحد كل ما يبص على يمينه كده يلاقي مطروح، فتلاقي الدنيا كده مبتسمه. طيب احنا كده وخلي مطروح معانا، لو حاولتوا كده كل شويه خليها جنبي، يعني عارف انت الجو ده هيبقى عامل شغل حلو قوي. يعني الواحد بصوا يا جماعه السحر والجمال، مصر حلوه قوي، مصر حلوه قوي. احنا دلوقتي طبعا شايفين بقى يعني مش هقول الزحمه، لكن الشوارع في الجيزه، وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه شايفين البحر ومرسى مطروح. طيب خلينا بقى نرجع لحضراتكم، زي ما انا قلت عيد الحب طبعا يوم 14 هيكون برد شويه، بس احنا نوعدكم هنا ان احنا هيبقى عندنا دفع، هيبقى عندنا حاله خاصه جدا، هيبقى عندنا احتفاليه بمناسبه عيد الحب، احتفاليه مش بعيد الحب بس زي ما الناس فاكراها ان الحب ما بين شخصين، لا الحب لكل حاجه في الدنيا، الحب للوطن، الحب للبلد. هيبقى عندنا يوم مختلف جدا جدا جدا، اوعدكم من دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله ان انتوا هتقضوا معانا عيد حب دافئ جدا وسط البرد. اتفرجوا علينا بكره ان شاء الله ومفاجاتنا،
فهتبقى مفاجاه، هتبقى مفاجاه حلوه قوي، بوعدكم يعني، وانا كلامي ثقه خلي بالكم. طيب احنا نطلع بقى على فاصل، واحنا اثناء الفاصل ده نشوف بقى مرسى مطروح مره ثانيه. نطلع الفاصل. يا جمالك يا مطروح، يا جمالك يا مطروح، برحب بيكم مرة تانية واحنا بنتفرج على جمال مصر، مصر الحلوة، مصر الساحرة. احنا عندنا حاجات بنسافر وندفع دم قلبنا، وباليورو وبالدولار وكل اللي احنا بنعمله ده، وما بنشوفش ربع المناظر اللي احنا عندنا في بلدنا. يعني يا ريت نشوف بلدنا، بلدنا حلوة قوي، بلدنا ساحرة، ونقضي أجازاتنا على قد ما نقدر جوه بلدنا. بلدنا تستاهل، وإحنا كمان نستاهل إن إحنا نستمتع بيها، بدل الناس ما اللي بره ما هم حاسين للأسف أكتر من ناس مننا بقيمة بلدنا وبجمال سواحلنا. إحنا عندنا سواحل رائعة، بص لون المية يا جماعة، يعني لا سحر 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 بجد. ويا سلام الموجة دي، بس مين يوديني هناك؟ يا جماعة عايزة أروح هناك، بتحايل عليكم. طب اسكندرية، مرسى مطروح، أطلع مع الدرون، أنا ما عنديش أي مشكلة على فكرة. طيب برحب بيكم برضو مرة تانية، ونبتدي بقى بشكل سريع أخبارنا. والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية. من المتوقع أنه هيكون في مؤتمر صحفي، ده بعد المباحثات بين الرئيسين. أكيد زيارة مهمة، أكيد في ملفات مهمة هيتم يعني طرحها خلال هذه الزيارة. كلنا في انتظار هذا المؤتمر الصحفي، هيكون أكيد في العديد من التصريحات الهامة، وخصوصا في المنطقة. احنا عارفين المنطقة حاليا فيها شوية اضطرابات، ويعني نقدر نقول على صفيح ساخن، لكن أكيد هذه الزيارة في وقتها، وأكيد هيطلع منها العديد من التصريحات الهامة. كمان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري دانا رورباخر، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وأورو آسيا والتهديدات الناشئة، ومؤسس مجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب. وفي اللقاء أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بتتبعه حاليا. خلينا نعرف أكتر عن الموضوع والمزيد من التفاصيل. معنا الأستاذة جيلان جبر، الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذة أسماء، اهلا بيكي، وصباح السعاده وصباح الامل. وخلينا الاول يعني اسمحي لي بقى استثمر وجود حضرتك معايا، وخلينا نبتدي بخبرنا الاول، وان الرئيس السيسي النهارده بيستقبل الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهوريه اللبنانيه، اكيد في العديد من الملفات الهامه اللي هيتم طرحها واحنا في انتظار المؤتمر الصحفي. ايه اهم الملفات اللي تتوقعي انها تكون موجوده، وممكن هذه الزياره ممكن نخرج منها بايه؟ اتفضلي. الحقيقه هذه زياره للرئيس عون هي الزيارة الأولى في الجولة الثانية ليه، وعمل جولة قبل كده عربية، ودي الجولة الثانية، أول زيارة فيها لمصر عشان يأكد التعاون المصري اللبناني. وهي هنا أنت بتقولي أكبر دولة عربية لتؤكدي شيء مهم جدا، عروبة لبنان. من المهم جدا إرسال رسالة للعالم أن ما زالت لبنان دولة عربية، التمدد الإيراني فيها والتدخل الإيراني أو المذهبي فيها لا يؤثر على عروبة لبنان. عشان كده احنا هنا بنأكد في الزيارة، احنا بلد الكنيسة والجامع، البلد التي دائما حاضنة للبنان بدون مصالح ولا تدخل فيها. حضرتك تعتقد ان الملف السوري هيكون حاضر؟ عشان كده مصر تعطي للبنان قدرة على حماية الدولة اللبنانية مما يحدث على حدودها، وهي الأزمة السورية التي دائما تؤثر على لبنان، تؤثر بعدد اللاجئين، تؤثر بتدخل إرهاب، تدخل بجماعات إرهابية، بتمدد جغرافي سوريا عليها. الأزمة السورية عكست كثير من الحالة الاقتصادية والسياسية على لبنان. عشان كده وجود الرئيس النهارده عونه دي أول زيارة لي بعد 50 عام ما زارش في مصر، فدي أول زيارة لي كرئيس جمهورية. فعشان كده احنا بنقول النهارده مهم جدا الزيارة، التعاون التجاري، التعاون السياسي، والتعاون في مجال محاربة الإرهاب ده مهم جدا.
طبعا الجامعه العربيه الشهر الجاي توقيت زياره مهم قبل اجتماع الجامعه العربيه. لبنان تحمل 17 طائفه، وده بيأكد انه 17 طائفه رئيس جمهوريتها يهتم جدا بالعلاقات القويه مع مصر، لان مصر تعطي ولا تاخذ، ليس لها، لا بتمد بالسلاح ولا بتمد بالمال ولا بالنفوذ. طيب بالتاكيد. طب نروح بشكل سريع بقى على زياره وفد مجلس النواب او الكونجرس الامريكي. معروف ان طبعا الكونجرس له يعني دور فعال ودائم في السياسه الامريكيه الخارجيه. يعني لو هنتكلم على يمكن يكون من اهم وابرز الملفات اللي يتم طرحها هو محاربه الارهاب، وفي هناك مؤخرا تقارب بشكل كبير جدا بين وجهتي النظر الامريكيه او المصريه في هذا الملف. اتفضلي. الحقيقه الاداره الجديده اداره ترامب فتحت مجال لاعاده العلاقات مع الولايات المتحده بشكل مستقر اكثر واكثر تعاونا، وبالتالي الهارد كان في الوفد، زياره الوفد المتحد هي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ودي زياره لدعم مصر في العلاقات الثنائيه بين الشعبين، وكمان انه التعاون مهم جدا في محاربه الارهاب، وبالتالي ما يهمهم كما قالوا في تصريحاتهم استقرار وامن مصر، لان ده مهم جدا للولايات المتحده الامريكيه. هي كده بتضمن انه في الشرق الاوسط بيكون اكثر سلاما باستقرار مصر ودعمها امنيا. هناك زياره مرتقبه للرئيس السيسي الى الولايات المتحده الامريكيه، وده تعاون ونقل صوره لمصر ومدى ما تقدمه مصر من محاربه الارهاب لوحدها كدوله بتحارب الارهاب وحدها، قد ايه في الامن والامان والاستقرار خلال رحلتهم. زاروا اماكن جديده من ضمنها البطرسيه، وشافوا ازاي اعادها تاني، اعاد بنائها بسرعه الجيش، وكمان كان في لقاءات مع مجتمع مدني، وكان في لقاءات مع عدد من الوزارات، وبالتالي هنا هم اطلعوا على قدره مصر على البناء، وقدره مصر على الحاله الاقتصاديه، كمان كيف التعاون مع البنك الدولي، لان هم يعني قبلوا تبعات كتير هم بالفعل اشادوا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي. طب على مستوى بقى التعاون العسكري، ممكن نلاقي تغير في موضوع مثلا، طبعا الكونجرس له تاثير كبير جدا في موضوع المعلومات الامريكيه، في مجال ضخ استثمارات جديده امريكيه في مصر لمساعدتنا في المرحله الحاليه او يعني لانعاش الاقتصاد الى حد ما. في ملفات كمان، ملفات المنطقه، ايه اهم الملفات اللي هيتم طرحها خلال هذه الزياره؟ اتفضلي. يعني خلال الزياره، انتهت الزياره اليوم، وهي خلال الزياره من يوم الجمعه الماضي، الزياره كان في عدد من الملفات، وهم هيحملوا معاهم صوره ينقلوها للكونجرس. واحنا عندنا النهارده الاداره الجديده موضوع المساعدات العسكريه بيتم التنسيق فيها، لانها ما بقاش عندها العراقيل التي كان يضعها دائما الاداره القديمه لاوباما، بل بالعكس ترامب يقدر ما تفعله مصر لمحاربه الارهاب ويدعمها في المحاربه، انه بيعطيها هذه السهوله في التعاون الامني والمساعدات العسكريه. هي تعاون بتنسيق وسهوله وليس بالعراقيل كما يفعل اوباما. طب اخيرا وبشكل سريع، معلش عشان انا وقتي انتهى، لكن اخيرا بشكل سريع، يعني سؤال لازم بيطرح نفسه طبعا، وهو موضوع ادراج جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه. وطبعا احنا شفنا مؤخرا العديد من الصحف العالميه هناك والهامه كلها كانت خرجت بعديد من نقدر نقول الانذارات، ان في حاله ادراج جماعه الاخوان كجماعه ارهابيه ان هيحصل نوع من شر الارهاب، وان احنا كده بنقضي على الاسلام الوسطي وكل الكلام، كما يعني ده طبعا من وجهه نظره، شايفه ان ممكن يكون من خلال هذه الزياره ممكن يكون تغير في وجهه النظر؟ طبيعي ان هناك ضغوط كثيره من اداره ترامب لمحاربه الارهاب المتطرف، ومن ضمنها الجمعيات والاحزاب الدينيه المتطرفه، واظن انه الاخوان المسلمين لهم ملف كبير في عدد من الدول، يعني يدل على تعاونهم وتطرفهم في السلاح وبالارهاب، وبالتالي انا بشوف ان هناك ضغوط، ومن يحاول ان يخفف من هذه الضغوط هي تركيا، لان تركيا اول واحده هتعاني من اذا خرج انه الاخوان ارهابيين، اذا صدر هذا القرار ده هيعاني منه اردوغان. فاظن ان احنا لازم نراقب العلاقه التركيه الامريكيه في الفتره
القادمة. ونعمل دورنا بالتأكيد برضو في تقديم الملفات اللي بتدل واللي فيها التفاصيل واللي فيها نقدر نقول الأدلة على جماعة الإخوان الإرهابية. جزيل الشكر الأستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. نكمل أخبارنا. والمجلس القومي للسكان أعلن عن انخفاض المواليد في 2016 بمعدل 85387 ألف مولود، وده مقارنة ب 77000 في نهاية 2015، خاصة مع تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة. للمزيد من التفاصيل معنا على التليفون الأستاذ طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الحقيقة يعني أخبار كويسة بالتأكيد، ومعنى كده أن في جهد مبذول على الأرض الواقع وبنشوف نتائج، بس لو نقدر بقى لو حضرتك تلخص لنا أو توضح لنا ممكن يكون الانخفاض ده بمعدل كام، وإحنا حاليا معدل النمو السكاني بتاعنا حاليا كام، المطلوب نوصل في الاستراتيجية الجديدة اللي هي 2030 نوصل لكام؟ تفضل. بداية صباح الخير. صباح الخير. الحاجة الثانية هو ال 75000 اللي قالوا دول يعني هي 85 يعني دول 10000 كتير. 85 اتفضل. يعني دول قالوا في 2016 وده نتيجه مجهود بصراحه يعني القطاعات الاخرى منهم تنظيم الاسره. تنظيم الاسره عملوا حملات صحه انجابيه وتنظيم اسره في محافظات مصر كلها، وده لابد ان يذكر. فده شيء مهم، لكن احنا محتاجين اكتر من كده بكتير. تاكيد. يعني انا في 2020 المفروض يبقى عدد المواليد بتاعي ما يزيدوش عن 2 مليون. في 2030 ما يزيدوش عن 1,800,000. لا احنا بنتكلم دلوقتي متهيألي احنا المعدل بتاعنا حاليا 2.3. المعدل بتاعنا هو 2.3. 2.3. المطلوب نوصل بقى 2030 يبقى المعدل بتاعنا كام؟ 2.1. 2.1 يعني احنا المفروض نقل 2%. لا ما حضرتك ما تحسبهاش كده. لا ما تحسبش كده. طب ما احنا نفهم ده معناها ان في عندنا نقص في المواليد ما يعادل الى 800,000. ايوه ان اثبت الاول بالظبط بالظبط بالظبط. فدي حاجه. الحاجه الثانيه هو المفروض ان احنا نزود استخدام تنظيم الاسره من المعدل الحالي بتاعه 58% يوصل لحوالي 62%. وده محتاج برضو مجهود من كل القطاعات وخصوصا الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره في وزاره الصحه. الاستراتيجيه القوميه للسكان ليها اهداف محدده واهداف رقميه. كل سنه المفروض نقل بقد ايه؟ المفروض بقى لغايه 2030 نوصل لايه بقى؟ كل سنه في هدف محدد كل سنه المفروض يتحقق. يمكن اول سنه بتبقى العمليه لحد ما لسه في اولها زي ما بيقولوا، هنلاقي ان معدل الانخفاض مش هو ده المطلوب. احنا كنا عايزين اكتر من كده. يعني التارجت بتاعنا المفروض ان هو 200,000 يعني. لكن احنا ما عرفناش نحققه لان لسه الموضوع في اوله والخطه لسه في مرحلة التنفيذيه الاوليه، وبرضه تضافر الجهات الشريكه كلها او كل الناس هتشتغل وكل الناس عندها وعي بالقضيه، ولكن لسه لحد كبير لسه فيش تعاون كامل لسه. طب حضرتك شايف برضو الى حد ما هل الاعلام يعني بيعمل دوره في هذا الموضوع؟ لان احنا الى حد ما احنا طبعا حضرتك كنت مشرفنا قريب في صباح اون، لكن الحملات الاعلانيه هل موجوده؟ هل الاعلام بدوره لسه. طب في خطه بقى اعلاميه؟ هي برضو هو في استراتيجيه بنعملها في المجلس القومي للسكان دلوقتي، استراتيجيه للاعلام كامله. أيوة. كل اطيافه وكل انواعه، فان شاء الله تتنفذ يمكن بدايه من الشهر الجاي. لكن احنا بصادق اعدادها لان موضوع الرسائل لازم تبقى الى حد ما مقنعه قوي. اكيد. واسلوبها هيبقى مختلف، وهنخاطب كل شرائح المجتمع في كل شريحه ليها الرسائل الخاصه بيها، فعشان كده الموضوع بياخد وقت شويه، لكن ان شاء الله في حيز التنفيذ قريب قوي ان شاء الله. اخيرا بقى دور الخطاب الديني. والله يمكن في بروتوكول تعاون مع وزاره الاوقاف ووزاره الصحه دلوقتي بيتعمل على اساس ان الائمه يبتدي يتعمل لهم تدريب وتاهيل عشان يبقى في نوع من انواع الرساله محدده ورساله تعني بالمباعده بين الحمل بالنسبه لصحه الام وصحه الطفل. فده برضه بتحضر له حقيبه تعليميه فيها ناس من اللي هم بتوع السايكولوجي وناس من الاطباء الصحه العامه وناس من بتوع الصحه الانجابيه، فكلهم بيعملوا الحقيبه دي عشان يبتدي تدريب الائمه على مستوى مصر كلها ويبتدوا
ينفذوا الخطه ان شاء الله. طيب انا بشكر حضرتك بالتاكيد، ومره ثانيه يعني باكد على طلب، ويمكن طلبت من حضرتك هنا الساعه السكانيه، احنا محتاجين ساعه سكانيه تكون متواجده على جميع القنوات. هقول لحضرتك هي مش الساعه السكانيه، هي الساعه السكانيه هتشتغل لكن بعد التعداد. بعد ما نخلص بعد التعداد. بعد التعداد. التعداد ده اهم حاجه بتتعمل في مصر دلوقتي بالتاكيد، ويا ريت يتم التنبيه عليها. اي احنا طلعنا وقلنا فعلا بالفعل يعني اكتر من مره نوهنا على الموضوع ده. جزيل الشكر الاول لحضرتك الاستاذ طارق توفيق مقرر مجلس القومي للسكان. يمكن انا لسه امبارح كنت بتكلم على موضوع التعداد، ان لازم نخرج ونقول للناس احنا عندنا التعداد دلوقتي حاليا تعداد مهم جدا، بس لازم الناس يبقى عندها فكره التعداد هيبتدي من يوم كذا وهيخلص يوم كذا، وان الناس اللي بينزلوا يعملوا هذا التعداد يكونوا حاملين للبطاقات وبطاقات غير قابله للتزوير اللي هي فيها علامه مائيه او مشابه، يعني علشان الواحد يبقى يامن ان هو يدخله بيته ويتعاون معاه بشكل جيد. طيب نكمل اخبارنا. وزاره القوى العامله هتبتدي النهارده ولمده يومين في اختبارات المرشحين على 200 فرصه عمل باحدى شركات المقاولات بالخليج من قبل لجنه متخصصه مرسله من الجهه الطالبه لهذه الفرص. الاختبار نحو 300 متقدم على مهنه عامل حفر، وده بيتم تحت اشراف الوزاره. كمان الوزير قال ان الشركه الطالبه بتشترط خبره 5 سنوات في اعمال الحفر، والسن بيتراوح ما بين 20 ل 30 سنه. يعني اعمال الحفر خبره 5 سنوات يعني غريبه شويه، يمكن اعمار حفر متخصصه ماشي يعني هنعديها، اعمال حفر خبره 5 سنوات ماشي. طيب مديرية أمن القاهرة تتمكن من إعادة طفلين مختطفين لأهلهم بعد 10 ساعات فقط، خلينا نشوف. كتر الف خيركم، كتر الف خيركم بصراحه، انا تعبكم معايا من الساعه 10 الصبح من ساعه ما جيت، ما وقفوش يعني ما وقفوش معايا اخواتي نفسهم اكتر ما وقفوا معايا كده، واشكركم جدا بصراحه. كتر خيرهم قوي 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 قوي، والف الف مليون شكر، الف مليون شكر بصراحه. مجهود 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 عالي عالي عالي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحه ويخليهم لمصر يا رب. انا تلقيت البلاغ النهارده الصبح، وكانت الست يعني هي وزوجها جم ابلغوا ان هم رجعوا من الشغل واكتشفوا ان عيالهم مش موجودين في البيت. مجرد ابلاغ اسم عين شمس بوالد ووالده طفلين توأم بان هم اتركوهم الصبح في المنزل وتوجهوا لعملهم في شركه ادويه بمنطقه الاميريه، واتصلوا بيهم حوالي الساعه 9:30 10 صباحا، تبين ان شخص اخر بيرد على التليفون الخاص بالاطفال وبيقول له وبيطلب منهم فديه ماليه قدرها 200,000 جنيه نظير اطلاق سراح الطفلين، واخبرهم ان الطفلين بحوزته وان هم غير متواجدين في الشقه. عملنا تحريات، اسفرت من تحرياتنا، حددنا المتهم في احد الاكمنه، ضبطنا المتهم في منطقه المرج الجديره، وكان معاه طفل من الطفلين. بعد كده ناقشناه بسرعه كده، قال لك الطفل بتاعنا موجود التاني عند احد المساجد في منطقه القلق. بسرعه توجهنا على منطقه القلق فقلنا فعلا الولد موجود هناك. معنا على التليفون الاستاذه شيرين محمود والده الطفلين المختطفين. صباح الخير والف الف مبروك وحمد لله على سلامتهم، ربنا يخليهم لك يا رب ويفرحك بيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، احكي لنا بقى ايه اللي حصل كده بشكل مختصر، وقول لنا ازاي يعني اختفوا عنك او غابوا عن نظرك ووصلوا ازاي وعملتوا يعني، بس بشكل مختصر عايزين نعرف الموضوع، اتفضلي.
بشكل مختصر يا فندم، انا رحت شغلي بتصل باولادي ما لقيتهمش في الشقه، بتصل بيهم بيقولوا لي يا ماما احنا نازلين مع عمو. بس من عمو وانا قافل عليهم الباب بالمفتاح دخلوهم من البلكونه. يا نهار، هم كانوا في البيت ودخلوهم وهم نازلين مع عمو؟ يا حبايبي يا حبايبي. حديد وباب مصفح، هو دخلوهم من البلكونه ورزع عليهم البلكونه وفتحوا له. طب هو حد يعرفوه؟ لا، هو حد يسيسهم وقعد يقول لهم انا عمو صاحب بابا وماما في الشغل وجاي يوديكم الملاهي، نزلوا معايا. هم عندهم كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين. وانت كلمتيهم قالك احنا نازلين مع عمو، وبعدين بقى عملتي ايه؟ فجيت لقيت هو واخد التليفون منهم فبيقول لي عايز عيالك، هاتي 200,000 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان هو طبعا قلب الشقة ولقى النسخة التانية بتاعت المفاتيح، فتح باب الشقة من المفتاح ونزل خدهم ونزل. طب وبعدين بقى عملتي ايه؟ بلغتي البوليس وبعد كده؟ طبعا رحت اسمين شمس قلت لهم عيالي كانوا مقفول عليهم الباب ومفيش حد. راح بصراحة يعني بقوا يلفوا ورايا، يلفوا خدهم من الفصوص للمرج للقلق للتجمع للسلام للشروق، بقى يلف بيهم في الشارع وكل شويه يتصل بيا بالتهديدات. المباحث طبعا كانت عماله تلف معايا وضارب لي طفل عشان قاعد يعيط، ضارب لي طفل وسايبه لي عند الجامع واخد واحد عند التجمع. يا نهار ابيض. طب اهدي اهدي، هم وصلوا لك الحمد لله ورجعوا لك بالسلامه. الحمد لله وصلوا لك ورجعوا لك بالسلامه. طب هم عرفوا ازاي بقى؟ قدروا ازاي يوصلوا للشخص ده؟ هل الشخص ده كان متواصل معاكم بشيء باي حال من الاحوال؟ كان جاركو؟ كان يعني ولا عرفوا ولا عيالي تعرفوا؟ هو سايس عيالي قال لهم بابا بعت لي في الشغل عشان اوديكم الملاهي. مفيش اي نوع من اي صله خالص بيه ولا حتى اي حاجه، واخدهم بالمسايسه خالص خالص ونزل بيهم. بعد ما نزل بيهم واتمكن ان هو في الشارع بقى يتصل بقى بتليفون اولادي يقول لي هات ال 200,000 هبعت لك واحد، هبيع لك اعضاء واحد فيهم. طب وايه الخيط اللي وصلهم بقى واللي وصل الداخليه او يعني المباحث كانوا قايمين معايا بصراحه من الساعه 10 الصبح من ساعه ما رحت بلغت لحد الساعه 4 ما يعني ما سابنيش، بقوا بيلفوا. طب انا عايزاكي تهدي، وهم خلاص هم دلوقتي في حضنك الحمد لله يا رب. الحمد لله في حضني، هم خايفين في حضني، هم مش عارفين يناموا. لا ان شاء الله، معلش معلش، بس الحمد لله ربنا كرم وطبعا جزيل الشكر طبعا للداخليه اللي في 10 ساعات قدروا يوصلهم لك مره ثانيه. فانا عايزاكي تهدي عشان هم كمان يحسوا بالامان مره ثانيه في حضنك. يعني خدي اجازه بقى كام يوم من الشغل كده وخليهم في حضنك، ما تسيبهمش خالص ورجعي لهم الامان. والحمد لله بنبارك لك وربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم ويخلي كل طفل وكل ابن طبعا لاهله. وربنا يديم عليكي فرحتك بيهم يا رب ان شاء الله. انا اخليك يا فندم. شكرا يعني مدام شيرين، ومعلش احنا يعني ان انا رجعت لك الذكريات. طبعا لحظات صعبه جدا جدا جدا، بس مره ثانيه اكيد بنتوجه بالشكر لوزاره الداخليه. وزاره الداخليه يعني الله يكون في عونكم في اللي انتم شايلينه، الله يكون في عونكم مره ثانيه والله العظيم ومن قلبي وربنا شاهد، الله يكون في عونكم في اللي انتم شايلينه. يعني انتم من ارهاب لسرقات لكمان خطف اطفال من منازلهم، ده ايه ده؟ وبجد يعني لا، جزيل الشكر على المجهود، اكيد مجهود كبير جدا جدا بذل عشان الاطفال يرجعوا لامهم في 10 ساعات. طيب خلينا بقى نروح نشوف تقرير من مكتبه مصر الجديده ولقاء مع البطل. لقاء مع البطل الواحد بيتفرج عليه بيحس ان هو ولا حاجه. اللقاء مع البطل اللي بيقول لنا انتوا تقدروا على كل حاجه في الدنيا، مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مش هعرف، مفيش حاجه اسمها مش هقدر. البطل ابراهيم حمدته. إيمانا بضرورة دعم الشباب، جاءت ندوة بنفسي أكون بمكتبة مصر الجديدة مستضيفة اللاعب الكبير إبراهيم حمدته ليقدم القدوة والمثل للشباب.
النهاردة إيفنتنا الأساسي قايم على فكرة قصص النجاح، وأعتقد إن مفيش أكتر من الكابتن إبراهيم حمدتو علشان يبثلنا طاقة إيجابية إن إحنا بأقل الإمكانيات نقدر نحقق نجاح كبير، نقدر نرسم مستقبلنا ونخطط له بشكل أفضل. الهدف كان من استضافة كابتن إبراهيم إن إحنا بس نوصل للشباب إزاي في عندنا أمثال مصرية قوية جدا قدرت تتحدى ظروف أو ممكن حادثة تكون صعبة أو أليمة جدا، كتير مننا ممكن كان يقع ما يكملش، إلا إنه كمل ومش بس نجح وخلانا أجبرنا كلنا إن يكون واقف قدامنا وناخد يكون ملهم بالنسبة لنا، إلا إنه كمان بيدور إنه يوصل 2020. فقد إبراهيم حمدتو ذراعي إثر حادث قطار في طفولته، إلا أن ذلك لم يقتل طموحه، ونشهده الآن كأول لاعب كرة طاولة يشارك في الأولمبياد دون يدين، معتمدا فقط على فكيه وعنقه. أنا فعلا اللاعب الوحيد في العالم اللي بلعب تنس طاولة، وأنا مش إن أنا بتعامل، لا أنا فعلا يعني النهاردة أنا كنت بطل إفريقيا في 2015، ومعظم اللي أنا بلعبهم بلعبوا بإيديهم عادي، فالحمد لله بالنسبة لي أنا مش شايف إن انا مش ناقصني حاجه، بالعكس يمكن انا بتميز عنهم بحاجات كتير. الحمد لله رب العالمين، يمكن انا بجتهد وبستعد استعداد من بعد البرازيل على طول، من بعد ريو دي جانيرو على طول، يعني انا بستعد ان شاء الله لطوكيو 2020 ان شاء الله عشان احقق هدف ان شاء الله. الإعاقة في الفكر وليست في الجسد، وإبراهيم حمدتو خير مثال على ذلك ليقدم نموذجا مشرفا للعزيمة والإصرار. ميرنا عادل، صباح أون. شكرا يا ميرنا. ميرنا عادل زميلتنا، الحقيقة شكرا على الجرعة دي من التفاؤل والجرعة دي من الإيجابية والأمل والعمل. دايما بقول الأمل مرتبط دايما بالعمل، مش ان انا اقعد ادعي ولا يبقى عندي امل وبس، للامل والعمل. فعلا قالت كلمة حقيقية، الإعاقة مش في الجسم، الإعاقة في العقل، الإعاقة في التصميم، الإعاقة في الكسل، عن الواحد مش عايز يتحرك، مش عايز يشتغل، عايز كل حاجة تجيله والناس كمان تتحايل عليه يقولوا اتفضل. الراجل ده الواحد بيتفرج عليه بيحس ان هو بيبقى خلاص بيبقى كله طاقة ان هو يتحرك وينزل ويعمل كل حاجة. مفيش حاجة مستحيلة يا جماعة، مفيش حاجة مستحيلة. اللي يتفرج على البطل ده يعرف ان مفيش اي حاجة مهما كنت، لو كان حلمك ايه مفيش حاجة مستحيلة هتوصل بجد. برافو برافو، شكرا مرة تانية رنا، وشكرا للبطل إبراهيم حمدتو على الجرعة وعلى الجمال وعلى الرضا وعلى الشطارة وعلى كل حاجة حلوة في الدنيا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، وصباحكم دايما أون. مستمرة مع حضراتكم حالة التفاؤل والأمل وحالة البطل إبراهيم حمدتو الحقيقة لغاية دلوقتي مع الواحد بشكل كبير جدا. خلينا نقرأ بشكل سريع كده إيه أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، ونبدأها من اليوم السابع الصفحة الأولى ومنشط. والحقيقة اليوم السابع عامل شغل كويس قوي قوي قوي، أو نوبة صحيان للاقتصاد المصري. إشادة دولية من لاجارد، لاجارد طبعا اللي هي كريستين لاجارد اللي هي رئيس صندوق النقد الدولي، وبتقول إشادة دولية من لاجارد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ومديرة صندوق النقد تتوقع تحقيق زيادة 1.5% من الانتاج أو من الناتج المحلي. كمان 8.6 مليار جنيه في خزائن الدولة من حصاد المصالحات، وفحص 43 طلب تسوية ينعش الوضع ب 9 مليارات جنيه، والجنيه يواصل الصعود والدولار يفقد 120 قرش في أسبوع، الدولار يصل إلى 17.4 من 10 جنيه، والأهلي يعلن 17.52 جنيه للبيع. طبعا
عن الحقيقة يعني فعلا يا رب إن شاء الله يا رب تكون فعلا نوبة الصحيان ومجموعة كبيرة من الأخبار المفرحة اللي فيها كم كبير من التفاؤل، وكمان فيها إشارة إن إحنا بدأنا نفكر بطريقة صحيحة، يعني إن إحنا الموضوع 8.6 من 10 مليار جنيه في خزائن الدولة من حصاد المصالحات، وكمان بنتكلم في 9 مليارات جنيه، بدل ما إحنا كنا بنمسك في خناق الناس ويدخلوا السجن ويسافروا ويدخلوا في أواضي وفي الآخر ما بناخدش ولا تعريفة وفي الآخر برضو ما بنلاقيش عليهم أوراق. يعني الى حد كبير، وطبعا اشاده دوليه من رئيس صندوق النقد، يبقى احنا الحمد لله يا رب وان شاء الله ان احنا نكون على المسار الصحيح. وعلى العموم برضو ننوه ان ده هيكون النهارده موضوعنا، وبنتكلم على الاقتصاد بشكل عام ونتكلم عن زياده طبعا الدولار او لا مش الجنيه قدام الدولار يا ابراهيم. طيب احنا نروح ننقل على اليوم السابع والصفحة الثالثة، و700 فدان لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية، ومصادر طرح 17,000 وحدة سكنية بمساحات 130 ل 180 متر في أول إبريل. الخبر اللي بعده الشروق الصفحة الثانية، النقل العام الدفع ب50 أتوبيس جديد الأسبوع المقبل. أعلن رئيس هيئة النقل بمحافظة القاهرة عن توريد 600 أتوبيس ضمن المنحة الإماراتية اللي هي كانت في 2014، منهم 300 أتوبيس تم تجميعها في شركة غبور مصر، ومثلها تم تجميعها في شركة حافلات الإمارات. طبعا خطوات كويسة جدا، بس الأهم من الخطوة دي إن احنا نحافظ عليهم. الأهم من الخطوة دي إن احنا نحافظ عليهم، يعني احنا بنحاول نحسن المواصلات وبنحاول إن احنا نعمل وسيلة مواصلات محترمة إن المواطن يقدر يركبها وهو مستريح وهو حاسس باحترام وآدمية، فنحافظ بقى المواطن نفسه يعرف إن دي حاجته لازم يحافظ عليها زي ما بتحافظ على بيتك وزي ما بتحافظ على عربيتك وتنظفها وتوديها التوكيل وكل اللي احنا بنعمله ده نحافظ عليه. طيب المصري اليوم ولسه مستمر الحقيقه، وانا يمكن قلت الموضوع ده قبل كده، ان بيعمل مجموعه من الانفوجراف اللطيف جدا هو عامل لنا النهارده عن التغير السنوي في معدلات التضخم. طبعا هو كاتب ان الاقسام الرئيسيه المؤثره في معدلات التضخم في مصر والنسب المئويه لمساهمه كل قسم في تكوين نسب التضخم الشهريه في البلاد، وارتفاع اسعار السلع والخدمات رفعت معدل التضخم في مصر منذ الحرب العالميه الثانيه. عامل الحقيقه انفوجراف محترم جدا جدا، بيتكلم على الطعام والشراب 69.8%، يعني أكتر حاجة حصل فيها الموضوع ده في يناير 2016 و2017 زي ما احنا شايفين على الشاشة. يناير 2016 2017 69 ولا 29 يا جماعة؟ لا عشان مش واضح، لا دي 19 صح؟ لأن أنا استغربت جدا من الرقم دي 19 إزاي وجنبها 20 على لا هي 9 مش عارف في حاجه غلط في الانفو ده صح، لان جنبها المفروض احنا التدريج 0 5 10 15 20 25، فهو ما بين ال 20 وما بين ال 25، فما ينفعش يبقى 19 الحقيقه. يعني في حاجة، المهم ان احنا بنتكلم 19.8% الرعاية الصحية هو اللي بعد الطعام والشراب مباشرة 1.7%، المطاعم والفنادق 1.4%، السكن والمياه والكهرباء والغاز 1.4%، المشروبات الكحولية واحد 1.2%، وزي ما احنا شايفين بقى كاتب كل حاجة الملابس والنقل والمواصلات، لكن هو اللي احنا نتوقف عنده بشكل كبير جدا الطعام والشراب والرعاية الصحية، دول اللي كانوا أكثر تأثرا وأكثر ارتفاعا بشكل كبير. طيب نروح لخبر تاني والمصري اليوم والتمويل. التموين بقى في الصفحة الستة بنتكلم على ان التموين بتخرم التجار بالاسعار الاسترشادية اخيرا
اخيرا، يعني احنا بقالنا كتير بنقول ده، ويا ريت، واحنا عارفين ان هو مش هينفع نعمل اكتر من هيئه استرشاديه، بس ده دورنا بقى كمواطن. يعني التموين عملت اللي عليها وقالت ان الغرف الاسعار ستشهد انخفاض طفيف في هذا الاسبوع، والركود سيدفع البعض للتخلص من المخزون. نحط خط بقى تحت ده ليه؟ التموين عمل عليه لان احنا ما ينفعش ان احنا نقول دلوقتي ان احنا هنحط رقم معين وهو ده اللي هنلزمه، او ان هيبقى عندنا اسعار مش ملزمه. ما فيش دلوقتي ده، لكن هم عملوا لنا اسعار استرشاديه علشان احنا ما نلاقي ان واحد جشع، ان واحد مزود فيها قوي، ان واحد بيسرقني عيني عينك، لا متشكرين مش عايزه منك، في غيرك، وهو ده اللي هيخلي الاسعار تنخفض. طيب اليوم السابع وصفحه 11، ومصر تطرق ابواب التعليم الذكي، وضع نموذج مبتكر لتطوير التعليم الالكتروني بتنسيق مصري اماراتي، وتدشين مصنع افكار لتطوير المحتوى. كل اللي اقدر اقوله واقول يا رب، لان احنا فعلا دايما كل الكلمه اللي احنا بنسمعها من بعد 2011 افكار خارج الصندوق. احنا هيبقى عندنا صندوق دلوقتي ومصنع افكار لتطوير المحتوى، يا رب. نختم بقى مع الضحكة الحلوة. الحقيقة كاريكاتير لطيف جدا 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 للرائع والفنان وصاحب الريشة المختلفة عمرو فهمي، وبيقول لنا اتنين، يعني واضح ان هما يعني لطاف في حالة لطيفة كده. واحد بيقول للتاني: الدكتور اللي كان بيعالج حماتي شاطر جدا، من اول ما علقت دواء ماتت. يعني أثر الحقيقة، وريح واستريح زي ما بيقول. طيب خلينا نروح بقى بشكل سريع نشوف أسعار النهاردة العملات، وده وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري. وأسعار العملات دلوقتي بقت من الحاجات المفرحة، يلا فرحونا كده وقولوا إن إيه، الدولار نزل مرة تانية يا رب. أسعار النهاردة العملات إيه يا جماعة؟ طيب الدولار الامريكي 17.52 ده بيع، و17.47 شراء، واليورو 18.68 بيع، 18.53 شراء، الاسترليني 21.9 بيع، 21.7 شراء. طبعا قدامنا الدولار الكندي والفرنك السويسري والين الياباني. نروح بقى على الدينار الكويتي 57.4 بيع، 57.2 شراء، ريال السعودي 6 بيع و4.6 برضو شراء، الدرهم الاماراتي 4.7 بيع 4.7 شراء. يعني الى حد كبير بنتكلم برضو ان من امبارح للنهارده ما حصلش تغير كبير، يعني احنا لسه تحت حد الخمسة جنيه وكسرين الخمسة جنيه في الريال السعودي. طيب من اسعار بقى العملات نروح لاسعار الذهب. الفالنتاين خلاص، الفالنتاين بكره كل واحد يطلع كده وعايزين الهدايا. طيب عيار 18.517 جنيه، عيار 21.604 جنيه، عيار 24.690 جنيه، الذهب 4.840، اعتقد ان هو زاد عن امبارح. امبارح كان 4.700 وحاجه يا جماعه اعتقد كده، بس يعني مش متذكره قوي، بس هو برضو المهم ان احنا كسرنا الخمسه. يعني من كام يوم كنا بنتكلم ان جنيه الذهب ب 5000 جنيه. يلا لكل الرجاله بقى، احنا بكره الفالنتاين، كل سنه واحنا كلنا طيبين، ونطلع بقى مع اجندتنا الثقافيه ونرجع لحضراتكم وباقي فقراتنا النهارده، وصباحكم دايما انور. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة يعني إلى حد كبير مركز في الاقتصاد في الوقت الأخير. طبعا في مؤشرات كلها بنقول إن، وبنطلع لحضراتكم نقولها لكم، بنقول إن هي مؤشرات إيجابية كبيرة الحمد لله رب العالمين. بعد ما حصل تعويم الجنيه
في 3 نوفمبر الماضي، وبعد ما شفنا الانخفاض الشديد جدا 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 والدرجة خضتنا وخضت حتى بعض المصرفيين وبعض الاقتصاديين الكبار، وقالت احنا حتى البنك او صندوق النقد قالوا ما كانوش متوقعين هذا الكم من الانخفاض، فاحنا اتخضينا قلنا ايه ده، هو احنا كده الطريق الصح ولا لا؟ بس اخيرا الحمد لله بدأت الامور تتكشف الى حد كبير. الحمد لله لاول مرة من 3 نوفمبر بعد التعويم الدولار أو كسر بالفعل الدولار حاجز ال 18 جنيه، احنا كنا وصلنا ل 20، لا كسرنا الحاجز وبدأنا في 17، بنتكلم في اسبوع ان هو 17.40 المخرج بيقول لي عشان يبقى بالظبط، وفي اسبوع واحد او يمكن اقل فقد الدولار 120 قرش، ونقدر نقول ان الجنيه ممكن يكون ارتفع، ده لسه ما نعرفش هو فقد ولا ارتقى. لا بس هو بالتاكيد يعني الدولار مش هو اللي بيفقد، احنا المؤشر ان هو الجنيه حالته بتتحسن. الحقيقه في تقارير عديده رسميه وتصريحات مؤسسات الدوله قالت الخبر الصار ده للجميع، واكدوا ان في مؤشرات نمو اقتصاديه، الحقيقه ممكن نقول ان هي مؤشرات كويسه بتقول ان احنا ماشيين في الطريق الصح، وده كمان فيما يتعلق بحجم احتياطي البلاد من النقد الاجنبي اللي وصل لاول مره منذ بنتكلم من 2011 على ما اعتقد ل 26.3 مليار دولار، وده طبعا بيغطي احتياجاتنا في مصر لمده اكتر من 6 اشهر بحاجه قليله. طيب ده معناه ايه؟ الحقيقه في ناس كتير خرجت بقى بالعديد من التحليلات، في ناس قالت ان ده مؤشرات اقتصاديه عظيمه جدا، وفي ناس قالت لا على فكره هو ملوش اي صله بالاقتصاد وده مش مردود، وان ده كله او ممكن يكون عباره عن مجموعه من القروض اللي دخلت مؤخرا، الاذون اللي تم بيعها بالدولار، يعني شويه حاجات. احنا النهارده هنحاول بقى نعرف ايه تفسير ده. النهارده احنا بالتاكيد اللي احنا شايفينه ان في مؤشرات ايجابيه، ان احنا اشارات مهمه ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. النهارده ضيفنا اللي بيشرفنا الاستاذ ايهاب سمره الخبير الاقتصادي، اهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور. ويمكن انا يعني قلت بشكل مختصر جدا مجموعه التساؤلات كلها ونمشي بقى عند خطوه خطوه. احنا بنتكلم لاول مره الحمد لله عندنا الاحتياطي بقى احتياطي محترم، دخلنا في حد بدانا في حد الامان. خلينا نقول خطوه التعويم الجنيه، او خلينا اقول انه رجعت الدولار بدل ما كان سلعه رجع عمله ثاني، فده حلوة. اول التفكير ندخل نفكر باعتبار الدولار عمله وليس سلعه، خلاص ما بقاش سلعه بقى عمله ثاني، هو اللي كان رفعه لانه اصبح سلعه بتتخزن وتتهرب وحاجه كده، النهارده لا نقد يعني عمله نقديه العملة على حسب الطلب واللي انا عايز دلوقتي دولار اوكي مش عايز يبقى سعره هينخفض. ايه اللي حصل في 2016؟ اولا انخفضت الواردات الاستيراد ب 7 مليار جنيه وارتفعت الصادرات بمليار جنيه. خلينا نقول احنا ما كناش حاجه كويسه قوي وده تطوير، لا ده اصلاح جزئي لحاله خراب حصلت من خمس سنين او ست سنين. احنا كنا بالفعل مصر كانت مكتب استيراد كبير بالفعل، بدانا نقلل استيرادنا شويه 7 مليار، انا اظن المفروض يقل باكتر من كده كمان في المرحله اللي جايه يا رب. الصادرات الحقيقه كانت انهارت بشكل او باخر، يعني احنا في سنتين ورا بعض الانخفاض حوالي 25% في السنه، يعني 29% و24% في المجمل 25%. احنا صادراتنا اغلبها كلها بتبقى حصيلات زراعيه بالظبط، ده الاغلبيه خلاف طبعا صادرات اخرى. النهارده بدات ترجع الصادرات دي، وخلينا اقول انه تعويم الدولار او رجوعه تاني لحاله العمله وليس السلعه هتشجع الصادرات اكتر، تدي فرصه اعلى للمصدر وللسياحه. خلينا نراقب حتى البنك المركزي او الجهاز المصرفي المصري خد خطوتين امبارح اعلن عنهم يمكن الناس ما خدتش بالها منها قوي، خلاف دعم الصادرات اكتشفوا النهارده ان السياحه بدات ترجع، بدات تعاقدات سياحيه. طيب الفنادق ما اتجددتش بقى لها 3 سنين، وصعب جدا اقول لحد صاحب اوتيل ولا صاحب عوامه ولا خلافه اقول له خد قرض عادي وجدد وادفع لي اخر السنه، لا ده طالع من خسائر 5 سنين. فبدا الجهاز المصرفي يعمل تسهيلات باكج خاصه، يعني حقيبه تسهيلات خاصه للفنادق للتجديد، لان السياحه ترجع يدخلوا على حاجات قديمه متهالكه ما ينفعش. طبعا بالتاكيد الجزء الثاني بدا انعاش فكره شركه المصانع المتعثره.
شركة إقالة المصانع المتعثرة، يعني تأجل من المصانع المتعثرة، لأن جهاز المصرفي ما يقدرش يمول مصنع متعثر، ما ينفعش، ده خطر على البنك بالتأكيد. فبالتالي ظهرت فكرة، قالت يمكن من سنتين أنا واحد من الناس اللي طالبوا بيها، أن يتعمل شركة تمويل بالتجارة، تمويل غير مصرفي. أستاذ طارق عامر من أول ما تولى منصبه قال الكلمة دي، قال احنا بصدد انشاء شركه، ودي حاجه مشهوره جدا في الخارج، يعني في العديد من الشركات الكبرى اللي بتاخد الموضوع، لا بس في الخارج بشكل اكبر، وشفناها حتى في افلام، وكلنا اللي متابع الافلام الاجنبيه كمان، اللي هو بيشتروا او بيدخلوا كتمويل، والشركات اللي بتبقى متعثره بشكل كبير جدا بالظبط. لا ده حتى ده الجزء الجديد، ده في جزء قديم واظن ده اللي احنا هنلجأ له، اللي هو تمويل بالتجاره. انا مش المصنع المتعثر، انا مش هشتريه ومش هستحوذ عليه، انا هقومه بالظبط. تخيلي مين اللي كان بيقوم بالدور ده لحد السبعينات؟ عمر افندي. ايوه اللي هو عايز دلوقتي حد يقوم، كان بيمول بالتجاره، كان يروح لمصانع وشركه بقى المصنوعات المصريه انشات للسبب ده، انها بتيجي للمصنع المتعثر فتموله بالتجاره، يعني تشتري له خامه هو يشغل، ما تديلوش قرض نقدي، تديله بضاعه يشغلها ويسلمها، ولما تبيع تديله ربح ويطور نفسه. الفكرة ده فكر اشتغل ونجح قبل كده عندنا، احنا مش بنالف حاجه جديده. دول تو باكجز حصلوا، اتخيل دول مردود لعوده الدولار الى حاله العمله وليس السلعه. طيب حضرتك قلت معلومتين مهمتين جدا ولازم اقف عندهم، اللي هو انخفاض الواردات، ودي حاجه طبعا صحيه جدا، وانا اتمنى يا رب انها تنخفض، ويمكن يبقى تبقى صفر، بس بعد برضو الاقتصاديين بيقولوا ده مؤشر مش لطيف اقتصاديا، بمعنى ان ده مش صحي، ان احنا بنتكلم دي حاله انكماش في السوق، ان احنا مش قادرين نجيب المنتج، ان احنا علشان حاله التضخم الشديده وعايزين نجيب مره تانية يا جماعه، بس يعني خمس دقايق كده وهنرجع للانفوجرافيك اللي كان معانا عن التضخم، عايزين نعرضه ونتكلم عليه. لكن حاله التضخم الشديده خلت ان القدره الشرائيه ما بقاش في حد عنده قدره شرائيه. طب اقسم سؤال حضرتك الاثنين عشان ما هم نقطتين بالفعل. انكماش، كلمه انكماش مش كل الانكماش مضر، في انكماش صحي، زي ان انا لو خسيت وزني خس، انا بتكلم جد، استهلاكي حلو قوي، يا ريت كلنا نكمل شغل، استهلاكي قل في الاكل فده انكماش صحي، زي ما نقول واحد كان بيدخن 3 علب سجاير في اليوم بقى يدخن علبه سجاير. مبيعات السجاير انكمشت طبعا، لكن الحقيقه هو وعي وزاد في استهلاكه، وعيه الصحي زاد، فما نقدرش نقول ده انكماش. خدي بالك ان جزء لا بس مش بتعمل حالة ركود في السوق برضو، يعني احنا دايما بنقول للناس لا انزلوا واعملوا حركة رواج في السوق، لان هي هي دائرة راس مال، لازم تدور. الرواج الفقاعي ده لا ده مضر، ده مش مالوش فايدة، بالعكس ده نوع من التبديد الثروة. يعني عفوا يعني لما اشوف حفلة، كنت شفت سمعت عن حفلة في راس سنة التذكرة ب 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه، مش عارف سمعتوا عنها قبل كده؟ لا مالناش احنا حاجة، ما انا ماليش دعوة بقى، احنا بس شغالين هنا على الهواء. لما حفلة زي دي حضرها 5,000 واحد، عاوزة تقولي لي ان ده رواج؟ لا مش طبعا، لا مش كده خالص. فبالتالي وقف ده ما اسموش انكماش، ده اسمه ترشيد استهلاك، وعي استهلاكي. هو احنا البضاعه المستورده كانت عامله ازاي؟ مش كتوك شعر وشباشب ولعب وشماريخ كلام فارغ كلها. فلما ده يتوقف ونبتدي احنا نفكر نستورد اللازم فقط او اللي ملوش بديل محلي فقط، ده ما اسموش انكماش، اسمه ترشيد، زياده وعي. المبيعات قلت صحيح، لانه وعي زاد، ما بقتش بستهلك بسفه زي ما كنت بستهلك، ما بقتش مستهلك قوي فعلا، احنا شعب استهلاكي جدا جدا سفح. جدا مش بس استهلاكي، المفروض ان احنا نبقى انتاجي بالظبط، تبقى انتاجي شويه. الناس كانت بتنزل كل ما ينزل في الشارع ايده في جيبه يصرف له 100 جنيه وهو مش عارف اشترى ايه، ما يبانش عليه ال 100 جنيه اللي اتصرفوا دول. لا النهارده لا، كفايه بقى. فده ما اسموش انكماش، اسمه زياده وعي استهلاكي. له ميزه كمان او الشق الثاني منه، ان بعض المستوردين ابتدوا، دول الناس اصحاب رؤوس مال وكانوا بيشتروا بيها بضاعه مستورده بيبيعوها هنا، فخلاص تقريبا الدنيا وقفت معاه في الاستيراد التوك والكلام ده، فبدا يفكر في ان فلوسه دي تتحط في شيء انتاجي محلي. وابتدى بعضهم، وانا اؤكد لك دلوقتي انا من السوق، يعني الكلام ده مش احصائيات ولا بتاع، كتير من المستوردين ابتدوا يروحوا للمصانع اللي كانوا بيستوردوا منها، يقولوا طب ما ننتج هنا ولو انتاج جزئي جوه مصر. طب دي حاجه مؤشرات ايجابيه جدا، يا ريت بدات تتحرك. وده بشوفه حتى في ناس في مستوى تجار يمكن لم يكن يخطر في باله الاستثمار الصناعي، ابتدى يفكر فيه، هي الورشه صغيره هتكلفني ايه يعني، بس على الاقل تبعد عني هم الدولار. ايوه ومشاكل الجمارك اللي هي زياده الجمارك دي، قرارات زياده الجمارك دي قرارات صحيحه جدا، ده يا ريت تزيد اكتر،
قليان، او خصوصا السلع الاستفزازيه جدا، استفزاز كان شديد. في عندنا سلع استفزازيه للغايه الحقيقه. الشق الثاني بقى اللي هو التضخم. طيب ممكن نجيب يا جماعه بقى على الشاشه معانا الانفوجراف بتاع المصري اليوم والتضخم، لان ده مهم جدا النهارده معانا في الحلقه الحقيقه. معنى التغير السنوي في معدلات التضخم ومساهمه الاقسام الرئيسيه المؤثره فيه. اهو مع حضرتك هنا يمكن قريب. حضرتك بقى لازم نركز اولا، ده قطاعات انشطه حضرتك لو شفته هنا او هنا شايف طبعا. هنا انا شفته هنا بقى. اكبر قطاع ساهم في التضخم هو الطعام والشراب. بالظبط. بينما القطاع اللي بعده على طول ساهم ب 1.7%. 1.7% دي خلينا نقف عندها. دي تقريبا هي سعر اللايبر، هي سعر فايده الدولار في العالم. يعني هو النمو الطبيعي. النمو الطبيعي، الرعايه الصحيه يعني ما حصلش فيها من اول رعايه صحيه، فما دون ذلك بنتكلم ده في النمو معدل النمو الطبيعي خالص ما فيش تضخم. ده بالعكس، ده ممكن الاقي في انكماش في الاسعار في الملابس والاحذيه مثلا. الاقي في التعليم في انكماش نقل المواصلات الخدمات المتنوعه وبعض السلع. التعليم احنا محتاجين فيه كتير قوي طبعا. الاتصالات السلكيه، بس الاتصالات السلكيه ولا سلكيه يعني حاجه بسيطه قوي، 3 بالالف يعني. لا من قصدي ده يعني، ده احنا محتاجين 3 بالالف. طب نرجع بقى تاني للطعام والشراب. الطعام والشراب بيميزوا حاجتين مهمين قوي، هذا النشاط، هذا السوق. لازم نحطهم في اعتبارنا قوي. ده دوره مال راس مال سريعه جدا بالتاكيد. يا ريت خلي يبقى احصائيه. دوره راس مال سريعه جدا. واغلب البضائع دي سريعه التلف، قابله للتلف يعني، ليها فتره صلاحيه قصيره. بالظبط. مش زي الملابس تتخزن بالسنين، لا دي طماطم هو شهر في الثلاجه وتترمي. طب ازاي تضخمت 20%؟ يعني ازاي جه تاجر غامر بانه يرفع سعره ويزود ربحيه غير عاديه ويخاطر بانه ممكن الناس ما تشتريش فبضاعته تبوظ؟ لا هو ما عندوش المخاطره دي لان الناس مش هتاكل. بالظبط. لا، لان الناس لم تحجم عن هذا الاستهلاك في الغذاء اللي مازال مسرف. شوفي حجم الاكل اللي بيترمي مازال. النقطه الثانيه والحقيقه ودي لازم نقولها، ضعف القاعده الانتاجيه. ما هو لو الانتاج كثيف ما فيش تاجر هيقدر يعني. خلينا نقول الطماطم مثلا، هنقول ان في تاجر راح اشترى الالف طن اللي بننتجه، ابتدى يحبسهم ينزلهم بالقطاعه ويرفع سعره. طيب يعني نقول انه هيوزن نفسه. طب لو الالف طن دول 10,000 طن ما يقدرش يخزنهم. يعني لو انتاج كبير انا برغم التاجر انه ما يقدرش يتلاعب بالتخزين. او هي نفس نظريه العرض والطلب، لو العرض موجود بشكل كبير فهيبقى دايما هتنزل سعر السلع. بالظبط. الحقيقه في شق على المجتمع احنا كمستهلكين، وفي شق هقول على المجتمع برضو اللي هو اتحادات التجار واتحادات المستوردين والغرفه التجاريه. خليها راجع تاني فكره الدواجن. طيب خلينا نرجع بقى موضوع الدواجن ده، اصلا اتكلمت فيه كتير جدا جدا جدا. هنخرج بس الفاصل دقيقه واحده وهنرجع نكمل مع حضراتكم الاستاذ ايهاب سمر خبير الاقتصاد. انا عاوز اطبق الدواجن. مرة تانية برحب بحضراتكم. يمكن كنا طلعنا بقى عن موضوع شايق كده، نتكلم عن موضوع الفراخ اللي اتكلمنا فيه قبل كده. يمكن انا اتكلمت ويعني اخدت نصيب لطيف جدا جدا من النقد، ويمكن نقدر نقول من التطاول، لما قلت رأيي الحقيقي. قلت لهم يا جماعة انا مش ضد الصناعة الوطنية بالتأكيد، وانا مش ضد كل حاجة، لكن انا ضد ان احنا ان احنا نستغل حاجة الناس، ان احنا نتك على الناس قوي، بدل انا عندي حد ممكن يجيب لي لفترة معينة غيرة لغايه الاسعار ما تنزل، هتقدروا تجيبوا لنا الاسعار دي ماشي اوكي، لكن ان احنا لا ما نستوردش وفي نفس الوقت الفرخه توصل ل 50 جنيه. خدت كلمتين قالوا لي عشان انت مصر الجديد. نرجع بقى لحضرتك في الفراخ. شوفي موضوع الفراخ هو انا هديه مثال بس للاحصائيه اللي لسه نشرينها، ازاي زاد غذاء وشراب زاد 20%. المبررين اللي طلعوا من غرفه صناعه الدواجن لارتفاع الاسعار قال لك اولا نسبه النفوق بسبب البرد. والمبرر الثاني هو يعني قد يكون اقرب للمنطق هو الاعلاف، قال لك زياده سعر الاعلاف. اولا نسبه النفوق بسبب البرد، انتوا ناس بتربوا دواجن بقالكم 50-60 سنه. عاوز تقول لي انك اتفاجئت بالبرد يعني؟ يعني مش معقوله. بالتاكيد. انت دي موسميه كل سنه بتمر بيها، فالمفروض اعمل حسابك. لا وغير عامل حساب معروف معلش يعني، وهذه الصناعه يعني الناس عندها معلومات كده ان في الوقت ده بيقل الانتاج بشكل كبير جدا وفي جدا دورة، وفي ناس بتقفل اصلا عشان فتره البرد. بالظبط. فالمساله يعني ما تقولش انك اتفاجئت بالبرد.
هي في حركه تخزين خاصه ده مؤكد او فجوه توريد تقليل انتاج. طيب بالنسبه للاعلاف يعني يا جماعه انتوا غرفه تجاريه او اتحاد منتجين ما تعملوا زي بتوع اتحاد منتجين الاساس اللي عملوها في الستينات لما اكتشفوا ان الخامه الخشب 3 4 مضاربين بيغلوا سعر الخشب هم مع بعض اتحدوا وراحوا جايبين مركب خشب ووزعوا على بعض واشتغلوا وحتى الان شغالين كويس قوي. انتوا كمجموعه بتقولوا تجار الاعلاف بيغلوا علينا، طب ما تستوردوا انتوا بنفسكم. طيب ما تشاركوا الحكومه وتستوردوا بنفسكم. ما هما الحكومه طيب لما قالت هتستورد الدنيا قامت وبقت مصر كلها شغاله ما عندهمش غير مصر كلها شغاله في الفراخ. يبقى حضرتك مش عاوز تحل الازمه، حضرتك عاوز تستفيد من الازمه. نقولها كده بوضوح. وبالمناسبة كتاجر حقه، أنا مش هقولك أنت بتعمل حاجة غريبة، أي تاجر في العالم بيعمل الحركة دي، لكن يا أخي فكر أنت كده بتسمح لمنتج جديد يدخل معاك وينافس ويبيع بأرخص ويخرجك أنت. حافظ على مصالحك، يعني خفض السعر عشان تحافظ على مصالحك. أنا لو عرفت أنتج فرخة ب40 جنيه كيلو أنا هطلعك من السوق لأن أنت مصر على 50 جنيه بالظبط بالظبط. وده يمكن هو عشان نبقى بس نقفل موضوع التضخم مره تاني، يمكن المعلومه اللي احنا طلعنا منها بشكل كبير جدا ان نسبه التضخم مبالغ فيها جدا جدا جدا, جداً. خصوصا في الطعام والشراب اللي هو ما فيهوش الاتصال المباشر قوي بموضوع الدولار خالص. يعني لا الطماطم بيدخل فيها بيدخل فيها هتقول لي في الاسمده والتقاوي الاسمده والتقاوي والنقل والحاجات دي كلها، بس مش هذا الكم من التضخم. التضخم ده بنقول ان احنا عندنا جشع وان احنا عندنا ناس ما بترعيش ربنا. عندنا خلاف جشع وناس ما بترعيش ربنا ده حاجه. لكن السبب الرئيسي اقولها بقى من غير مشاعر، أيوة. ضعف الانتاج وضعف سلوك المستهلك في الرقابه على السوق. انا كمستهلك المستهلك هو اللي في الرقابه على السوق. طبعا ان انا لما الاقي السعر زاد على السعر الاسترشادي انا مش هشتري. ده عشان مؤخرا خرج احنا ده طبعا بعد نداءات مؤخرا كمستهلك بالفعل. مفيش قانون يعمل تسعيره جبريه، ده كلام فارغ. التسعيره الجبريه اول نتائجها السوق السوداء، فمفيش تسعيره جبريه. لكن ما اديك سعر استرشادي، احنا كمستهلكين لو واحد بيبيع غالي قوي ما نشتريش منه، قطعه خليها بور عنده يرميها هيتعلم وهينزل. طيب نخرج بقى من الموضوع ونرجع مره تانية للاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي ووصول الرقم ل 26.3 مليار دولار. حضرتك شايف هذا المؤشر ايه؟ مؤشر فعلا ان في تغير في اليات وحدوث حاله من الاصلاح في اليات الاقتصاد المصري. واحنا بنتكلم اليات معروفه، يعني بنتكلم ان عندنا انتاج زاد، عندنا التصدير زاد، عندنا حاجات يعني الاعمده الاساسيه في الاقتصاد. هل حدث فيها تغير ولا ده فعلا عباره عن مجموعه من القروض والاذونات اللي تم بيعها بالدولار وما شابه؟ يعني عايزين تفسير. حتى لو هي مصدر المال قروض واذونات خزانه، فاحنا ليه خدنا قروض واذونات خزانه او سمح لنا ان حد يقرضنا ليه؟ لان احنا اتحسنا في مجال ميزان التجاره، وارداتنا قلت وصادراتنا زادت وانتاجنا بيتجه للزياده. يعني هو صندوق النقد كان ممكن يسلفنا من سنتين؟ هو احنا كنا نقدر نطرح اذونات خزانه من سنتين؟ انا اتكلم صح يعني. لا طبعا. يبقى انا اشتغلت كويس واشتغلت صح، اقتصادي بينمو في اتجاه ايجابي، فبالتالي اصبح متاحا لي اني اصدر سندات خزانه. بالمناسبه اذونات الخزانه دي مثلا ما اتغطت مرتين او ثلاث مرات اظن، ما حدش خد باله من ده ان في اقبال من العالم انه يشتري اذونات خزانه المصري. طيب ناخد خلينا ننزل يا جماعه برضو اللي هو الخبر بتاع اليوم السابع اللي هو نوبه صحيان. اول خبر كان معانا النهارده نوبه صحيان للاقتصاد المصري، لان في اشاده دوليه كان من رئيس طبعا صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على الاقتصاد المصري، وهو نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. كريستين لاجارد هي من هي كريستين لاجارد يعني في موقفها من مصر بالزبط. عشان بس يعني ده شكر. يعني مش الناس الدعمه اللي بتشجع يعني مش الناس، لكن هي لازم تقول الواقع يعني. لا هي الحقيقه كمان حتى موقفها كان متشدد شويه. طيب تعالي بس نرجع عشان نبقى عارفين بنتكلم عن ايه. انت من سنتين حد كان بيقول فينا حاجه كويسه، من ثلاث سنين حد كان ما نفتكر بقى ان احنا فاكرين. فحصل ايجابي دلوقتي. حصل ايجابي. القروض مش هي السبب لنمو الاقتصاد، لا نمو الاقتصاد هو اللي اتاح لي ان اخد هذا التمويل. ما نقول الجمله صح يا جماعه. اذونات الخزانه رفعت الاحتياطي، ايوه بس ليه اترفع؟ لان انا اقتصادي اصبح فيه مؤشرات ايجابيه، اهمها انخفاض الواردات، بدايه زياده الصادرات هي مسادات، هي كانت انهارت فابتدت ترجع تاني، بدا يبقى في ما رجعتش للمستوى القديم لسه.
بس بدأنا يعني نقوم احنا يعني نقدر نقول ان ده مؤشر لتحسن او صلابة التعافي وتماسك الاقتصاد. الصلابة مرة تانية احنا دي يعني خلينا نقول ايه نقسم الاقتصاد لاربع او خمس اجزاء او زي ما يكون الاجزاء جزء منها الصلابة. صلابة هيكل تمويل مصر صلب جدا، احنا متفوقين في الجزء ده بالمناسبة متفوقين فيه فعلا. بعض المقاييس زي ما بيقولوا كده اسمنا زي جنيه الذهب، عمرنا ما عملنا اذونات ولا كده ولا تم السداد، وفي وقتنا بنسدد في بالظبط نادي باريس بنلاقي كله موجود، عمرنا ما تاخر الحمد لله. يعني السيد فاروق العقده لحد استاذ هشام رمز لحد التزامهم في عز ظروف حالكه انه يدفع اللي عليه، احنا بناخد بنحصد خير هذا الاجراء. أكيد. وقتها كان الناس بتلوم ساعات على دكتور فاروق العوده وعلى استاذ هشام وعلى حتى استاذ طارق عامر، بتدفع ليه دلوقتي ما تفاوض عشان تجدول؟ لا، اصر انه يدفع. احنا النهارده عرفنا ليه الناس دي كانت بتصر انها تدفع، اسم زي شهاده الثقه بالتاكيد. انت بذلت مجهود وتحملت مشاق غير عاديه على مدار 3 سنين اصلاح، وبدا الاصلاح فاتيح لك اتفتح لك الجيب ان انا هي الحقيقه مش مساله باخد قروض، ما انا عضو مؤسس في البنك الدولي ده حقي، بس بشرط ان انا اكون في وضع اقتصادي يتيح لي الالتزام، بيتيح لي او بنقول ايه بيأمن راس مال البنك، يعني كان البنك لما بيسالفني بيقول انا واثق في هذا الكيان في مصر انها تقدر ترجع، شهاده ثقه للاقتصاد بالتاكيد. وبنتنامى طبعا لما اشوف بعد كده بقى خلينا بقى ندخل في القرارات والقرارات الاقتصاديه اللي طلعت اخيرا. هيك شايف بعد تعويم الجنيه كل الناس قالت يعني من اهم الاسباب اللي تم تعويم الجنيه القضاء على زي حضرتك ما قلت السوق السوداء، ما فيش سوق موازي، ان الدولار يرجع مره ثانيه عمله ما يرجعش سلعه، والمهم بقى جذب الاستثمارات سواء المباشره او الغير مباشره. حضرتك شايف احنا نجحنا في ده؟ احنا نجحنا في ان احنا نبقى قبلة استثمارات لكن الاستثمارات نفسها تبدأ تيجي، هي بدأت طبعا لكن ممكن تيجي بكثافة اكتر. احنا نقصنا شوية حاجات من ضمنها بداية تطبيق قانون العمل، بداية رفع كفاءة الجهاز الاداري، قانون الاستثمار الموحد، وعلى فكرة قانون مش بس كفاية تطبيق القانون، يعني انت بتقولي النهاردة في قانون وشباك واحد للاستثمار، المشكلة بقى في تطبيقه ان احنا نشوف على الارض الواقع. الشباك الواحد للاستثمار دي انا بسمعها من سنة 83 من وانا طالب. التطبيق الجهاز الاداري بيعمل ازاي؟ يعني النهارده المحافظات اصبح في الصعيد الارض ببلاش للصناعه. ايه الاليات اللي تقول ده مستثمر صناعي وياخد الارض ببلاش وفي وقت قد ايه؟ انا مش عاوز اخض نفسي ولا ضايق الناس بس اتمنى، لا بس احنا عايزين نضع نقاط معينه لازم نركز فيها علشان فعلا نقدر ناخد الخطوات دي عشان نقدر نقيم صناعه. يعمل ايه بقى بالظبط؟ اعمل دراي ران الاول، يعني تعالى مثل انك مستثمر وروح المنيا مثلا او اسيوط اللي هو بيقول عاوزين نعمل مدينه صناعيه جديده، وجرب قول انا عاوز الارض دي عشان هبني مصنع، هتعملوا ايه؟ واعمل دراي ران كده، شوف الجهاز الاداري هيستجيب في قد ايه يا ترى. والله فكره لطيفه دي، بس بلاش بقى سياده الوزير، لكن يبقى حد من عنده كده ويكون موثوق فيه ويروح من غير ما يبقى الورد اتعمل ومن الارض بالظبط كده. اختصر اللي قلتيه، يبقى اللي يعمل الحركه دي الرقابه الاداريه. يا سلام، يعمل دراي ران يشوف جرب القانون ده بيتطبق ماشي يعني ولا لسه عاوز يترجلش في حته، عاوز يتوظف ايه، جربها عشان مش اجيب مستثمر من بره ويجي تجرب فيه. ما هو لا حضرتك جبتها من الاخر، هو الرقابه الاداريه حاطين عليها امل كبير جدا جدا، سيادة اللي هو محمد عرفان الموضوع ده عندك الحقيقه. اعمل دراي ران على بتقول عاوز اعمل في المنيا مدينه منسوجات جديده. الشهر الجاي في مؤتمر في اخر مارس، مؤتمر في الهند، اكبر مؤتمر تقريبا في التكستايلز في العالم. نظريا اتخيل انه محافظ المنيا المفروض او المحافظه ياخدوا بعضهم ويحضروا عشان يقابلوا المنتجين ويقولوا لهم انا عندي كذا كذا. يا ترى احنا جهزنا نفسنا بالبروشور بتاع المنيا وفين الاراضي الصناعيه؟ جهزنا. اخر حاجه بقى علشان انا وقتي كده الحقيقه انتهى، فالتعليق الاخير اتفضل. انا متفائل وكل متفائل والارقام متفائلين. في حاجات لازم تتظبط، الحكومه عليها دور كبير جدا، بس كمان احنا كمستهلكين علينا دور كبير قوي. وليكن جزء من دورنا ان احنا نطالب بالحكومه تعمل ايه. ما هو ما ينفعش اقول دي مشكله واقفه ضد في الارض واقول مشكله بس، ما اقول الحل، اطرح الحلول
ونسعى في اتجاهها. انا حضرتك قلت كلمه مهمه جدا جدا خليها تكون الختام بتاعي، وانا دايما اصلي بقف عند الكلمه دي، ان انا ما اقولش بس المشكله، اطرح الحلول، بلاش ان احنا نفضل نتكلم كتير وعندنا وعندنا وعندنا، لا، اللي عنده حل يتفضل ويبقى معانا وما يعتذرش على الوزارات وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها. جزيل الشكر للاستاذ ايهاب سمر الخبير الاقتصادي، افدتنا وشرفتنا بشكل كبير جدا، جزيل الشكر لحضرتك. وخلينا نطلع لفاصل بس نشوف طبعا كمان من خلاله بقى نشوف حلقه حركه المرور دلوقتي في الجيزه. زي ما قلت لكم النهارده يوم من يعني واضح، لا الناس بدات تنزل شويه، لكن لا بس برضو لسه في امل. احنا فين في الجيزه؟ حد يعرف يا جماعه بالظبط؟ لان انا شارع، لا ده مش جامعه الدول خالص، ده طيب يعني احنا في الجيزه، وواضح ان يعني برضو في حاله سيوله، واحنا يعني مع ان وخلينا بقى نطلع فاصل واحنا رايحين مطروح، عشان نطلع فاصل على الميه الزرقاء وعلى جمال مصر الحلوه وعلى المناظر الرائعه في مرسى مطروح. ده مصطفى محمود فعلا، ده مصطفى محمود يا جماعه. طب لا كويس، لا اشربوا بقى قهوه واتفرجوا علينا، لسه الجو كويس لطيف، ممكن او ممكن تنزلوا اشغالكم عشان تتاخروش ابقى انا بعطلكم، حرام برضو، لكن لا واضح ان الحاله جيده المروريه. وخلينا نطلع بقى مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا، ويا رب دايما صباحكم اون. خلينا بقى مع المناظر الرائعه والساحره ومصر الحلوه ومرسى مطروح. مستمرين معاكم، وحالة من الجمال والسحر، والله والله أنا اتحايلت على المخرج عشان نرجع على منظر الجزيرة دي الحقيقة. لا أصل حاجة سحر وجمال، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ لا ده حاجة، لا مصر حلوة أوي أوي أوي. وأنا هطلع قريب بقى، إحنا عايزين يا جماعة وطلب على الهواء، إحنا عايزين نطلع مباشرة من مرسى مطروح، من هنا بالجزيرة بالحتة دي، أنا عايزة أطلع من هناك، عاملين استوديو هناك. حاجة رائعة الجمال، مصر جميلة يا جماعة، مصر ساحرة، لوح
سبحان الخالق بجد، ما فيش حد يعرف يرسم لوحة بالجمال ولا بالألوان ولا تدرج الجمال ده. خلينا نرجع على الجيزة برضو مرة تانية علشان نطمنكم على حالة المرور وشارع جامعة الدول، والحالة مطمئنة للغاية الحقيقة. واقفين عند الإشارة هو 4-15 عربيات، لطيف جدا. يا ريت مصر تبقى دايما كده، يعني أعتقد أن أنت بتقولي يا ريت مصر تبقى دايما درون. يعني إحنا بنطمنكم على حالة المرور، الحمد لله كويسة قوي قوي قوي، ويا رب دايما كده يا رب. خلينا بقى مع حالة الجمال اللي احنا عايشينها النهاردة. عندنا حالة من الجمال على الشاشة وألوان ونروح من الجمال الشكلي للجمال وسحر الكلمات، بدل ما احنا بنتكلم على سحر المنظر والألوان، وطبعا دي حاجة رائعة الجمال، خلينا بقى في سحر الكلمات. الأدب بشكل كبير جدا ممكن يكون مؤخرا في او في فتره من الفترات احنا فقدنا الى حد ما شغفنا بالادب، لكن مؤخرا في الاجيال الجديده بدا يرجع عندها ده، بدا يبقى عندها مره تانية شغف قراءه الروايات، سواء ما كانت بقى الروايات الادبيه سواء رجالي او يعني بريشه او يعني الكاتب رجل او مراه، وفي حاله من الحراك الادبي شايفينها بشكل كبير. مهرجان القاهره الادبي في دورته بدأ وتحت شعار المرأة حبر الكتابة وروحها، حتى الشعار كده النهاردة حلو، إيه ده؟ يعني المرأة حبر الكتابة وروحها، وده بمشاركة 50 كاتب وكاتبة من 18 دولة. خلينا نتكلم عن تفاصيل المهرجان اللي هو بيبقى برضو عشان نبقى عارفين، هو بيبقى السبت الثاني كل سنة من فبراير، السبت الثاني يوم السبت، وبيبقى لمدة 6 أيام، بيطلعوا من أجمل مناطق في مصر، من القاهرة القديمة، من القاهرة الخديوية، من القاهرة الإسلامية، من المراكز الثقافية، يعني حتى المهرجان كله عبارة عن ثقافة وجمال. بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ محمد البعلي مدير مهرجان القاهرة الأدبي. صباح الخير. صباح النور. وصباح الرقي في فيك. أنا عايز أعرف مين اللي عامل شعار المهرجان السنة دي، المرأة حبر الكتابة وروحها. هو الحقيقه المهرجان السنه دي المحور الرئيسي ليه هي كتابات المراه، اللي ابتكر الشعار تحديدا، مش فكره المهرجان يعني، ابتكر الشعار هو مدير البرامج في المهرجان استاذ احمد شوقي علي، وهو كمان اشكرهولي بقى يعني قول له كلمات فعلا بتشكره. احنا طبعا بنشكره، لكن الكلمات والشعار ساحر الحقيقه. الله يخليك. هو اديب عموما وكاتب قصص قصة ورواية، فمش فده أقل واجب. طيب احنا نتكلم على هيبقى التركيز خلال الست أيام دي على بقى المرأة الأديبة، على الكتابات الأدبية العربية بشكل عام ولا المصرية في تخصيص؟ لا، هو المهرجان جزء مهم من دوره هو عملية التبادل الثقافي، وإن ندي مساحة للكتاب والكاتبات العرب، ان هم العرب والمصريين يلتقوا بكتاب وكاتبات من حول العالم، وبرضه بندي مساحه للقراء والمهتمين بالادب ان هم يتعرضوا لاداب دول مختلفه. يعني امبارح مثلا في امسيه للقراءات الادبيه كان في شعراء من مصر وسوريا وكاتبات من المنطقه العربيه، وكمان شعراء وكاتبات من سلوفينيا، فكان في تعرض لثقافة مختلفة مش منتشرة قوي هنا. النهاردة برضو هيبقى في مناقشات لكاتبات من الكويت ومن سوريا، وكتاب وكاتبات من التشيكوسلوفاكيا الساعة 1 في كلية الألسن، وبعد الظهر في. طب الأعمال الأدبية بالتأكيد، يعني لما بنتكلم على أدب عربي احنا عندناش مشكلة الحمد لله، احنا عندنا لغة واحدة، عندنا يعني ما فيش مشكلة ان احنا نطلع على الأدب بيننا وبين بعض، لكن التمازج الأدبي ما بين بقى احنا بنتكلم في لغات متعددة. طب الروايات دي بتكون تم ترجمتها، تكون مترجمة للعربية أو ما شابه، أو حتى اللغة وسطى مثلا إلى اللغة الإنجليزية، لأن في هذا كنت لسه بتقولي وتشيك، ويعني في العديد من اللغات، مش بنتكلم في لغة إنجليزية فقط مثلا. لا لا، هو طبعا احنا بنحاول بشكل رئيسي نهرب من مركزية اللغة الإنجليزية، تبقاش كل حاجة في الدنيا بتمر على الإنجليزية. طب أنا هطلع إزاي على الرواية دي؟ احنا بنحرص على إن كل النماذج اللي تبقى موجودة، لغة المهرجان الرئيسية هي اللغة العربية.
فكل الاعمال اللي بتعرض في المهرجان سواء مثلا لو كاتبه من التشيك هتقرا نص من اعمالها لازم يبقى مترجم للعربيه، من المانيا يبقى كده، حتى لو هي ملهاش كتاب بالكامل مترجم بمساعده المترجمين المحترفين. لا لا، مترجمين محترفين. احنا عندنا علاقه مميزه شراكة يعني مع كلية الألسن للسنة الثالثة على التوالي، دايما بنعمل فعاليات هناك، ودايما دكاترة الألسن من مختلف اللغات. كنت أتمنى تقولي طلبة الألسن وطلبة الألسن كمان بيساعدونا، بس بتكلم على ترجمة الأعمال الأدبية بيعملوها، فهتبقى محتاجة تخصص أعلى بالتأكيد. إنما طلبة الألسن كمان بيساعدونا، بيتطوعوا في المهرجان، بيساعدوا في تنظيم الفعاليات، بيساعدوا في مرافقة الضيوف. الحقيقة كلية الألسن بدكاترتها بطلبتها بالمكان كله بيقدم دعم مميز للمهرجان. طيب السنة دي دورة المهرجان فيها 50 كاتب وكاتبة من 18 دولة، ايه أبرز أو أهم الدول المشاركة هذا العام؟ طبعا هي ما كلهم مهمين بالتأكيد يعني، لكن طبعا الكتاب من مصر، هم هي مصر هي بما أنها مستضيفة المهرجان والقاهرة هي دي أبرز الدول، لكن كمان في تنوع، في دول أوروبية كتيرة سواء من الدول الكبيرة اللي أدبها معروفة زي إنجلترا وألمانيا، أو الدول الأصغر في عدد السكان واستخدام اللغة زي سلوفينيا، زي سلوفاكيا، زي التشيك. في من أمريكا الشمالية، في كتاب من أمريكا وكندا، في من المنطقة العربية، من الكويت، من العراق، من طبعا من سوريا الشقيقة، في أكتر من كاتبة. في طب دايما بنتكلم على مهرجان أدبي وبنتكلم على الروايات، يعني مثلا مؤخرا كنا طبعا عندنا معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيه كان طبعا عرض كبير جدا جدا جدا، لكن دايما بعد ما بيخلص المهرجان بنقول ايه أهم الروايات، ايه أبرز الروايات الأدبية اللي نزلت، سواء كان بقى بنتكلم على المستوى السياسي، الروايات السياسية، الروايات الاجتماعية، الروايات وهكذا. لو سألت حضرتك نفس السؤال، ايه أبرز الحاجات اللي ممكن تشوفها اللي لفتت نظرك في الأدب، الأدب سواء كان عربي، سواء كان حضرتك اديتني مثل بسوريا، لأن كتابات السورية حاليا موجوعة قوي، كتابات تمس القلب بشكل كبير جدا. أنا خليني فعلا أقول لك إن أنا لغاية دلوقتي، أنا طبعا لسه المهرجان مكمل، النهاردة هيكون ثالث يوم لسه المهرجان مكمل. المهرجان لا انا اصلي بتاعت مهرجانات قديمه. مدير المهرجان بيبقى مطلع، ببقى عارف انا مختار الدوله دي علشان عندي الروايه دي، عارف الكاتبه دي كتاباتها شكلها ايه، فعشان كده انا باخد منك المعلومه قبل المهرجان ما يخلص. طبعا طبعا. فانا حتى الان كل الكاتبات والكتاب اغلبهم اصدقاء يعني، او بقينا اصدقاء. ما اقدرش اقول ان ده مميز عن ده، لكن مثلا من الناس اللي انا سمعتهم لاول مره امبارح الشاعره من سلوفينيا يانا بوتريل، فعلا كان اول مره انا قريت اشعارها باللغه الانجليزيه، بس احساس لما تسمعها بالعربي عن طريق المترجم مختلف. شاعره مميزه جدا، وسعدت جدا انها معانا في المهرجان. شايف نظرتها للمراه ايه، او تناولها الشعري في ايه؟ خلينا نقول برضو الزاوية الأوروبية لقضايا المرأة مختلفة شوية، المعاناة اللي هم بيمروا بيها غيرنا، غير معاناة المرأة في المنطقة. لا بس أنا ركزت عشان حضرتك قلت لي سلوفينيا، فأنا يمكن اتفرجت، كنت مؤخرا في إحدى المهرجانات السينمائية واتفرجت على فيلم كان عن سلوفينيا وعن فترة بقى الحروب نقدر نقول يعني اللي حصل فيها كم كبير جدا جدا من الاغتصاب من الاغتصابات وحاجات، يعني كان فيها كم من المآسي الإنسانية للمرأة كبيرة جدا، فعشان كده يمكن سألت حضرتك كانت نظرتها الشعرية أو نظرتها للمرأة كانت معبرة عنها إزاي؟ هي طبعا عندها زي ما قلت لك نظرة مميزة أوروبية، بس هي كمان من جيل أصغر شوية من الجيل اللي مر بفترة الحرب. فدايما القضايا اللي بتتناولها كتابات المرأة المعاصرة والشابة يعني في أوروبا بتدور حوالين قضايا نفسية وقضايا تتعلق بإثبات المرأة لوجودها في المجتمع، أكتر ما هي بتتكلم عن الكفاح من أجل الحياة اليومية زي ما بيحصل الستات، الأمور اللي بتواجهها الستات في مصر مختلف القضايا طبعا اللي احنا
مش محتاجين نتكلم عنها يعني زي قضايا اكل العيش يعني والتحرش الخ الخ. ولكن برضو من الكاتبات العرب اللي انا برضو شفت شغلهم مميز جدا، ما كانش ليا حظ قبل ما نعد للمهرجان ان انا اقرا لها بشكل كويس، الكاتبه السوريه الفرنسيه مها حسن، هي برضو عامله روايات بتتناول الشان السوري بشكل مقاربه مميزه خالص، بتحاول تتقمص مختلف الشخصيات، مش بقول انها تبرر بس مختلف الجوانب في الصراع الدائر حاليا، بتقدم زوايا مختلفه ليه في روايتها الاخرانيه اظن مترو حلب. اللي لفت نظري من اول عنوانها لانه حلب ما فيهاش مترو الحقيقه. انا رحت حلب الحقيقه زمان طبعا قبل فدي من امين الاسامي اللي انا اللي في بالي دلوقتي، لكن طبعا زي ما بقول لك في اسامي كتير شغلها مميز جدا في واعمالهم مترجمه زي كيم اكلي. كنت اتوقع مثلا من سوريا تبقى واحد الراهب اللي هي كانت عامله مؤخرا حاجه كان نازل في مهرجان برضو في معرض، انا دايما المهرجانات مسيطره عليا، معرض القاهره الدولي للكتاب، كانت عامله مذكرات روح منحوسه، كانت عامله عمل وسياسي بس في نفس الوقت كان برضو كان في كم برضو من الالم، عشان كده يمكن قلت لحضرتك سوريا حاليا لها خط مختلف ممكن يكون من سوريا طول عمرها في الكتابه دايما بتقدم حاجات هايله جدا معانا يعني من الاسامي الكبيره اللي الواحد ما ينساهاش رشا عمران ومعانا السنه دي في المهرجان، ومثلا سمر يزبك مش معانا واسامي تانيه كتيره يعني. سمر يزبك من الناس المعروفين ان هم عندهم جرأه في التناول جدا وخصوصا في قضايا المرأة، بتعمل يعني من الحاجات اللي هي من النشرات اللي ممكن الكتاب ينزل واحتمال كبير قوي قوي ما ينزلش يعني. لكن قصدي ان هم دايما عندهم محتوى مميز جدا ولانه الكتاب بشكل عام بيبقوا حساسين لقضايا بلدهم ولقضايا مجتمعهم، فدايما زي ما انت اشرتي كده كتاباتهم عن الشأن السوري الحالي يعني مليانه بالالم ومليانه بالتاكيد بالوجع ومقاسي يعني وحتى لو دخل فيها سخريه بتبقى السخريه يعني طبعاً. طب خلينا نتكلم، مش ممكن نتكلم على مهرجان زي ده من غير ما نتكلم بعد الكاتبات والاديبات المصريات؟ طبعا المشاركه المصريه بقى. يعني احنا متشرفين بعدد كبير من الكاتبات المصريات الصديقات يعني زي منصورة عز الدين اللي شرفتنا في الافتتاح وإمام مرسال اللي كانت معانا امبارح وأمنية طلعت. ده منصورة عز الدين كانت مداخلة برضو بأخيلة الظل ولا ايه؟ هو احنا حاجة جديدة مش كل المناقشات بتبقى حوالين عمل رواية معينة بتبقى عن مجمل يعني عن مجمل الأعمال ومجمل رؤيتهم للأدب المرأة. وفي معانا برضو بسمة عبد العزيز هتبقى معانا الأيام اللي جاية وسارة عابدين وغادة خليفة، عدد مختلف الأجيال الحقيقة مشاركة معانا ومختلف التوجهات الأدبية كمان. طيب برضو نقدر نقول ايه اهم بقى الخطوات يعني الفتره اللي جايه؟ احنا عندنا طبعا اجنده ثقافيه، فاحنا ممكن بقى ننصح الناس الا اليومين الجايين اللي ممكن تكون اهم وابرز الندوات اللي هيتم عقدها، الكتب اللي هيتم عرضها او الاديبات من المدن يعني. خليني اقول لك برضو على حاجه، هو المحور الرئيسي هو ادب المراه بس ده مش الحاجه الوحيده، احنا بنتكلم كتير عن الترجمه، بنتكلم عن اداب المنطقه، نتكلم عن التبادل الثقافي حوالين الشرق المتوسط يعني منطقه البلقان والاناضول، قد ايه بتترجم من مصر وقد ايه احنا بنترجم منها. ده برضو محور مهم في المهرجان. طيب محور مهم وعايز اعرف اجابته، احنا قد ايه بنترجم وقد ايه في كتب بتترجم لنا في الخارج ادبيه؟ هو الجزء ده من العالم تحديدا اللي هو شرق المتوسط في ضعف في الترجمه المتبادله ما بين مصر والاناضول والبلقان وبالعكس، واغلب الترجمات كمان اكتشفنا انها بتتم عن الانجليزيه، وده كان سبب ان احنا بنحاول نستضيف مترجمين بيعرفوا اللغتين، مثلا في مترجم بيعرف سلوفيني وعربي وفي مترجم بيعرف عربي وتركي، بحيث انه نساعد على تسليط الضوء واتاحه مساحه ان يبقى في ترجمه مباشره، احنا اقرب لبعض من ان احنا نروح نترجم عبر اللغه الانجليزيه. في عدد قليل للأسف مترجم من العربية للغات دي، وعدد أكبر مترجم من بالذات التركي للعربي، بس أغلبها عن طريق الإنجليزية كلغة وسيطة يعني.
طيب بنتكلم بقى على يعني السؤال الاخير وهو سؤال يمكن تقليدي جدا. اخبارك ايه بقى مع وزاره الثقافه؟ لان المهرجانات احنا بنهتم جدا بالمهرجانات الادبيه التثقيفيه وبنشجع دايما العمل الاهلي والعمل الجمعيات، فايه دور وزاره الثقافه بقى في؟ هي وزاره الثقافه داعم مهم للمهرجان، احد الرعاه للمهرجان. احنا علاقتنا جيده مع وزاره الثقافه. هي لا تنظم، مش محتاجين منها حاجه. لا بصي، هي في معوقات، خلينا نبقى صراحه نتكلم. وزاره الثقافه مؤسسه كبيره زي كل مؤسسات الدوله المصريه، بتتحرك ببطء قدر من البيروقراطيه. يعني البيروقراطيه نمره 1 نمره 2 لكن احنا وقتنا لكن انا بحاول اساعد علشان نعرف المعوقات ونحلها، لكن في النهايه الامور بتتحل. فاحنا حريصين دايما ان احنا تبقى الوزاره معانا، وهي دايما حريصه انها تبقى معانا وبتدعمنا بالتاكيد، واحنا نتمنى يا رب دايما ان تبقى مش الدوره الثالثه، المره الجايه تبقى الثالثه والرابعه وال30 وال35 بس. وحريصين كمان ان المهرجان يبقى مستقل، هو مهرجان بتنظمه جهه اهليه الوزاره بتدعمه، لكن هو اشرنا ليه. ده جزيل الشكر عشان وقتنا، جزيل الشكر للاستاذ محمد البعلي مدير مهرجان القاهره الادبي بالتوفيق. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ونشوفكم بكره ان شاء الله. يوم سعيد يا رب دايما، صباحكم.